هل أنت أرطغرل سيد هذه القبيلة؟ نعم، ومن أنتم؟ كيف تدخلون إلى الخيمة هكذا؟ ادعونا إلى مائدتك وسنتكلم. لا تقبل المائدة من لا يحترمها. وما معنى هذا الكلام؟ إن نصبت مائدة في مكان ما فالمغول يجلسون على رأسها. من يقف أمامكم قائد وحدة المغول؟ نحن الآن أصحاب هذه الأرض، أنتم تعيشون على أراضينا. ضع هذا في عقلك سيد أرطغرل. إن كنت لازلت حيا فهذا بفضلنا، أنتم أحياء بإرادتنا. إن شئنا ننفيكم إلى الصحارى أو نرسلكم إلى قاع جهنم. مائدة عظيمة كهذه تعني أنكم أغنياء. سنرفع الجزية التي فرضناها عليكم إلى الضعف. انتهى اجتماعكم الآن، اذهبوا جميعكم من على المائدة. أنا ورجالي سنشبع بطوننا وسنمضي ليلتنا في خيمتك. أخلوا الخيمة فورا. وهذه الجميلة ستقوم بخدمتنا. تعالي لأراك. تدخل خيمتي عنوة وتستهزئ بعاداتنا. من ينظر إلى ضيفنا بعين زائغة نقتلعها، وإن تجرأ ومد يده عليه نقطعها. والآن لا لقمة لك في قبيلتنا، لا أنت ولا رجالك. سوف تدفع ثمن هذا غاليا أرطغرل. أنت قطعت لي يدي، وعندما سأعود سأقطع رأسك. أخرج عظيم الاتزان هذا من هنا. أوغوس، سأجعلك تدفع ثمن هذا غاليا. ستدفع الثمن أرطغرل. هيا أعدك. لقد بقينا أقوياء باتحادنا سويا ليفعلوا ما أرادوا. لن نتخلى عن عاداتنا. لو أتوا من الجوانب الأربعة لن نتغاضى أبدا عن وقاحتهم وعن سفالتهم وعدم اتزانهم. يريدون إخافتنا برفع الجزية إلى الضعف، فهم لا يعرفون أن وجودنا على هذه الأرض لم يكن بالذهب والمال، بل بالإيمان الذي لا يهتز في قلوبهم.
الآن لا تنسوا، إن سقطنا نحن فيسقط كل العالم الإسلامي. طالما أننا مرتبطون بإيماننا وعاداتنا بشدة لن ينحني رأسنا أبدا، ولن تسقط راية الإسلام. بإذن الله سيدي، بإذن الله سيدي. سنذهب إلى قونيا غدا ونتحدث مع الأمير بهاء الدين في مسألة الجزية.